أهلا بكم في محورنا الثاني حصاد 12 عشر عاما يبدأ الامتحان فيه بعد أيام عام دراسي أوله إضراب منتصفه ضغط ودراسة على عجل وآخره تعلم عن بعد الطلاب طالبوا التخفيف عليهم والمحتوى العلمي لا يقبل المساومة المعادلة صعبة هل من تغيير هل سنعبر بنفس الكم والمعرفة لدى الطالب أم أننا في هذا الامتحان وفي زمن كورونا سنعيد ذكريات تجارب سابقة لا سمح الله تفاصيل شكل الامتحان القادم وضع طلبة الثانوية العامة ونناقشها مع ضيوفنا الليلة دكتور فايز سعودي وزير التربية الأسبق أهلا بك سيدي يا هلا الأستاذ حسام عواد الإعلامي التربوي أهلا بك أهل سيدي بيك. شرفت بحضورك وأبدأ منك دكتور وبكل أمانة سنة صعبة بكل مقاييسها على طلبة الثانوية العامة تحديدا أنها الثانوية العامة للأسف لا تزال مصيرية بالنسبة لطلابنا طبعا بدينا بإضراب شدينا وضغطنا في منتصف السنة بعدين في زمن الكورونا صار التعلم عن بعد كيف الطالب اليوم بده يتعامل مع امتحان الثانوية العامة اللي بده يحسم 12 سنة من عمره بالله يدرس بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أخي محمد وإلى حسام الأستاذ حسام وتحياتي واحترامي للمشاهدين الكرام يعني سؤال عظيم والإجابة عليه يعني بالنسبة لي قد تكون سهلة يعني يعني عام استثنائي من بدايته إضراب في الفصل الأول وتعليق دراسة من 15 ثلاثة إلى الآن يعني بتحكي عن ظروف صعبة هي استثنائية في ظل الكورونا و واستثنائيه بالنسبه للوزاره واستثنائيه بالنسبه للطلبه واولياء الامور وبالنسبه لكل المهتمين وحتى بالنسبه للتعليم العالي بشكل عام. فانا اعتقد هذه السنه بدات بظروف استثنائيه واستمرت الى الان في ظروف استثنائيه وانا المطلوب في هذه الظروف الاستثنائيه ان يكون اجراءات الامتحانات هي اجراءات استثنائيه يعني لا يجوز ان يكون في لا يعني مثلا طالب انحرم بالفصل الاول مده اكثر من شهر والفصل الثاني تعليق الدراسي من 15 3 و تم التعامل مع ما يقال عنه تعليم عن بعد من 15 3 الى الان فهي ظروف استثنائيه، الطالب في ظروف نفسيه صعبه جدا. والاهل في ظروف نفسيه اصعب. مستقبلهم الان بعد 12 عام كما اسلفت اخي محمد هو على المحك. يعني الطالب 12 سنه بيستنى التوجيه وبيستنى بابه، بابه الكبير للمستقبل. فانا اعتقد احلام الطلاب كانت كبيره ونتيجه لهذه الظروف اصبحت الظروف واحلامهم يعني عبارة عن سراب في ظل الظروف الحالية الآن المطلوب من الجميع انه يتعامل مع هذه الظروف المحيطة بالثانوية العامة وبالتعليم بالأردن بشكل عام بطريقة استثنائية بحظر شديد ويجب أنا بحكي مع, مع الأستاذ حسام قبل كيف شوي كيف بدي آخذ طريقة استثنائية أنا هذا امتحان ثانوية عامة كيف طيب بدي أعمل؟ لا يا سيدي هسه الامتحان والتقويم نستطيع ان نتعامل معه وفقا للظروف. على سبيل المثال انا انحرم الطلاب بالفصل الاول اكثر من شهر والفصل الثاني من 15/3. انا استطيع ان اقيم الطلاب من خلال محتوى معين، مش كل المحتوى لانه بالنهايه نتيجه الطالب هو على فكره الامتحان سيكون موجه لجميع الطلب ما في ظلم. حينما اتعامل مع الطلبه بمحتوى معين معروف اللي اخذوه بالفصل الاول واللي اخذوه جزء بالفصل الثاني. والوزارة عملت كذلك لكن يجب أن يطمئن الطلاب بأن هذا الامتحان سيتم التركيز فيه على المحتوى محتوى معين والمحتوى الآخر أنا رأيي أنه يتم اختصاره وهذا لا يؤثر على التقويم القياس والتقييم يقول بأنه تستطيع أن تقيم الطالب ويكون الامتحان ثابت وصادق وموضوعي إذا اخترت محتوى معين لأنه في النهاية كل الطلاب راح يمتحنوا هذه المادة أو هذا المحتوى هاي ناحية ناحية ثانية نجي لإجراءات الامتحان يجب أن تكون سهلة بدءا بتعليمات الامتحان وظروف القاعات والتعامل مع الطالب وانتهاء بمضمون الامتحان مضمون الامتحان يجب أن يكون مثل مضمون الامتحان السنة الماضية اللي متعود عليه الطالب بغض النظر أنا يمكن, يمكن الوزارة وهي قامت بجهد كبير على فكرة في ظل الظروف الاستثنائية انه من 15/3 بعد تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والتعليم العام استطاعت ان ان تعرض شيء للطالب. هسه شو الشيء اللي هو مناسب ولا مش مناسب انا ما اعتقد انه في دراسات تقويميه لغايه الان، لكن اعتقد قدمت شيء. طيب لكن الان حينما نقول يعني مع اللي قدمته الوزاره وانا بعرف انه في كثير من الناس عندهم راي اخر فيما يتعلق بجوده هذا هذا النوع من التعليم. اعتقد الوزاره يجب ان تكون يعني دقيقه في اجراءاتها وتكون يعني لديها لديها الايمان لا خليني خليني لا اقول لي. خلي انا انا بشوف البدايه وين تكون ان تعترف الوزاره بان ما قدمته ليس بالمستوى المطلوب هذه نقطه كثير مهمه انا بعد ذلك بستطيع أن ابدا خطوه الان عمليه اعاده النظر في الامتحان ليس تبسيط الامتحان لا انما اعاده تفسير لإجراءات لا بمعنى الرقابه ومعنى لا, 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 لا 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 انا ابدا ما حكيت عن هذا الموضوع انا بقول لازم تكون اجراءات مريحه مش مش عم معناه انه انا بدي اسوي اجراءات بحيث تسمح للطلاب ان يغشوا ابدا هذا مش وارد بكلامي ولا كلام اي تربوي لكن بنعيد النظر في الاجراءات بتكون مهيئه لانه الطالب في ظروف نفسيه صعبه واذا دخل الامتحان بهذه الظروف قد يؤدي الى انتقال القلق من قلق امتحان الى توتر وخوف وهذا التوتر والخوف بيأثر على إيه الاجابه على الامتحان يعني لا يستطيع الطالب ان ينقل الافكار الموجوده في دماغه الى الورقه الامتحانيه وبالتالي تقل العلامات ويكون الامتحان غير صادق وغير ثابت هي قضيه كثير مهمه وبالتالي انا بدي اعيد النظر بالاجراءات انا اعتقد الوزاره قامت بمجموعه من الاجراءات الاجراء الاول حذف المحتوى الوحده الاخيره نعم من الماده الدراسيه عملت يعني نسبة معينة للمادة الدراسية الفصل الأول ب 65% والمادة اللي أخذها الطالب قبل 15 ثلاثة نسبة معينة والمادة اللي في التعليم عن بعد نسبة معينة هسا أنا بصراحة يمكن اللي بناقشه في المادة التي تم تقديمها بطريقة التعليم عن بعد ما يسمى التعليم عن بعد هاي اعتقد انه في اشكاليه كبيره طيب. لانه هذا النوع من التعليم بيز. اللي تم يعني تقديمه اعتقد في اشكاليه فيما يتعلق باستيعاب الطلاب للمفاهيم المرتبطه في ذلك المحتوى استاذ حسام انت قريب من الطلبه مطلع على همومهم مشاكلهم قضاياهم واليوم هم على ابواب امتحان امتحان سهل امتحان بسيط موضوعي كل هاي الامور تجربه جديده على الطالب والمشكله انه هاي التجربة تحكم مستقبله صحيح شو الوضع اليوم عند الطلاب؟ يعني حضرتكم ذكرتوا موضوع الاضراب وكورونا والتعليم عن بعد، انا بدي اذكر كمان الطالب تعامل مع ثلاث برامج امتحانيه تغيرت وايضا الطالب تعامل مع قضيه غياب الدوره التكميليه كدوره تابعه للدوره الحاليه فاصبحت الدوره التكميليه دوره مستقله تستلزم رقم جلوس وايضا سيتعامل الطالب مع قبول موحد سيصدم المجتمع الاردني لان الوزاره فتحت ابواب رفع المعدل والقبول الموحد سيتعامل مع الطالب الذي يرفع المعدل كأنه طالب نظامي علما أن العوامل السابقة كانت معدلات مرتفعة جدا هذه كلها تحديات قد تزيد المشهد نحكي حساسية لكن أنا في المقابل من باب, من باب العدالة والموضوعية إن مدحت الوزارة فمن باب ولا تبخس من الناس أشياءهم وإن انتقدت الوزارة فمن باب وأنا لكم ناصح أمين الوزارة يشهد لها المرونة زي ما حكى معالي الدكتور حذف الوحدة الأخيرة طرح الأوزان النسبية لكن بالمقابل المعلم والطالب تأخر تأخرت الوزارة في إعلام المعلم والطالب أن الأسئلة ستكون موضوعية أنا كمعلم فيزياء وكان معلم رياضيات لما بكون بعرف أن الأسئلة ستكون موضوعية سأركز على النتاج لا أركز على الأداء وبالتالي كثير من من المعلمين في الغرف الصفية يحكوا للطالب خذ بهذه الطريقة الطويلة لا تأخذ الطريقة المختصرة لأنه هاي عليها طريقة الطريقة المعتمدة وعليها خطوات حل والطالب اثناء دراسته خلال الفترة السابقة كان يركز على كيفية جمع العلامات من خلال خطوات الحل، اليوم افاجئ انا الطلاب واحكي لهم خطوات الحل ما عليها علامات، العلامات فقط على الناتج النهائي، انا هون ممكن اعتب على الوزارة. ممكن اشكر الوزارة في موضوع الأسئلة الموضوعية اتوجه باتجاه الأسئلة الموضوعية واحكي ما في لجان تصحيح وماسح ضوئي واتخاذ إجرائي بحكم إدارة الأزمة. لكن أيضا تأخرنا على موضوع إعلام الطالب وإعلام المعلم بهذا الشأن. الوحده الاخيره مثلا لما انا حكيت للمعلم حذف الوحده الاخيره وحكيت للطالب حذف الوحده الاخيره بعض المعلمين كانوا شغالين بتدريس هذا المنهج والطالب تقدم للوحده الاخيره حسب منصة درسك ثم حذفت الوحده الاخيره من الامتحان الوزاري التأخر انا ممكن الوم على الوزاره في موضوع تاخر وتوضيح التعليمات ايضا انا ممكن اشكر الوزاره في موضوع الشفافيه والتواصل من خلال تويتر والفيسبوك من خلال البث الفيديوهات ومن خلال اللقاءات لكن اعتب ايضا على الوزاره الوزاره مثلا اختفى موضوع المؤتمر الصحفي اللي يخرج مسؤول في وزاره التربيه والتعليم ويعطينا التعليمات والتفاصيل، انا كحسام الان مجموع المعلومات التي اعرفها عن النظام الامتحاني القادم هي مجموع تغريدات الوزاره، جمعت تغريدات الوزاره فطلع مع النظام، انا الان اعتقد انه احنا بحاجه الان العوده للخلف قليلا وحتى نستطيع ان نقوم ونستخدم الادوات الخاصه بموضوع اعلان تعليمات الامتحان من خلال مؤتمر صحفي من خلال اللقاء مع الاعلاميين وان يكون تويتر مكمل وانا اشكر استخدام تويتر هذا يدل على التواصل مع الطلاب اشكر الوزاره على رفع شعار اطمئنوا وايضا اتمنى ان يتحقق الاطمئنان في نفوس الطلاب من خلال الاجراءات طب اليوم يتحقق انت قريب من الطلاب شايف أنه الطلاب مطمئنين يعني الطلاب اليوم لغايه اللحظه بيسالوا اسئله ما لها اجابات زي ايش؟ يعني في عدد كبير من الاسئله، مثلا هل الامتحان الوزاري كله اسئله موضوعيه؟ انا ما بعرف. مره نسمع انه كله موضوعي، مره بعض الامتحانات موضوعيه. هل موضوع التعبير سياتي ضمن الاسئله الموضوعيه؟ لا نعرف. الصيغه التي تعبير موضوعي؟ نعم، الصيغه التي ذكرت في الوزاره اسئله تقيس مهاره التعبير، هكذا وردت من الوزاره، طب كيف اسئله ستقيس مهاره التعبير ضمن الاسئله الموضوعيه؟ انا لا اعرف. هل مطلوب من الطالب حفظ المحفوظات والاسئله موضوعيه كيف سيحدث ذلك علما انه الابيات الشعريه مثلا في ماده اللغه العربيه الطالب يطلب منه حفظ اي اربع ابيات مش اول اربع ابيات حتى استطيع ان اقول والله اكمل الشطر التالي فبالتاكيد في هنالك اسئله عند الطلاب ما عندنا اجابه لها موضوع مثلا حتى في قاعه الامتحان انا بحكي للطالب في عندك شيء اسمه الماسح الضوئي ودفتر الاجابه ورقه الاسئله وورقة الاسئله سيحتفظ بها مشرف القاعه طب ليش ورقه الاسئله مش راح ارجع فيها على البيت يمكن ما بعرف ما عندي ما عندي اجابه دفتر الاجابه ماذا يختلف عن الماسح الضوئي ما هو المعتمد فهي الاسئله بصراحه بحاجه للتوضيح موضوع حتى استخدام الماسح هي الدرم. امور اجرائيه يعني امور اجرائيه اجرائي من الوزاره نعم أم... مسح الضوئي انا اشكر الوزاره باتباع الماسح الضوئي كاجراء لتسهيل عمليه التصحيح في ظل ازمه كورونا لكن قلت بالمقابل ايضا لماذا لا يتم نشر نماذج تجريبيه للامتحان الوزاري وتدع الطلاب يتدربون عليها في البيت بحيث لما يجي على قاعة الامتحان لا يتفاجأ بأول ورقة الماسح الضوئي وخصوصا الطلاب يعني وفق الظروف والمعطيات اللي ذكرناها في بداية الحلقة بتساهم بزيادة التوتر فهو داخل الان على مشهد قد يكون يتعامل مع الماسح الضوئي مش قد يكون اكيد يتعامل مع الماسح الضوئي لاول مره علما ان النظام سنوي فهو لم يتقدم الامتحانات دو وزاريه في الفصل الماضي ما عنده خبره في الامتحانات الوزاريه ثم يتفاجا بانه هنالك ماسح ضوئي حتى اللي عنده خبره بده يقدم جديد يحدث طبعا. ارتباك عند الطالب انا بنصح الوزارة, الوزاره الان بل ارجوهم يعني لماذا لا تقومون الان بصياغه امتحانات وزاريه تجريبيه بس عشان الطالب يطلع على النماذج التي ستكون بعد اسبوعين تقريبا فهذا شيء قد يقلل عمليه التوتر عند الطلاب. من باب حتى موضوع نحكي موضوع حتى اسئله الرياضيات، اسئله الفيزياء، كيف ستاتي عليها اسئله موضوعيه؟ علما ان بعض اسئله الرياضيات هي اسئله قدرات عقليه عليا وعمليات متتاليه، وهون بهذا بهذا الشكل ممكن طالب يبقى يحل السؤال بشكل نحكي ممتاز وعند اخر نقطه يخربط، تروح عليه علامه السؤال، وشخص بالحظ ممكن يجيب علامه السؤال، فانا هون قست النتائج ولم أقص الاداء. علما ان الوزاره والدكتور فايز بيعرف هذا الشيء، خلال السنوات السابقه كان في تركيز كبير جدا على قياس الاداء للطالب اكثر من قياس نتائج الاداء. طيب انا بدي انتقل لك دكتور واسمع منك، اليوم انا طيب كويس، هذا هذا كلام موجود اليوم على الارض، اليوم بدنا رسائل للطلاب، شو كيف يتعاملوا؟ انت قلت ادوات القياس موجوده وبقدر اقيس، ما حد يقول ما بقدر اقيس. اليوم لا، انا بدي اقيس على النتيجه النهائيه. انا كان عندي خطوات حل صحيح. وتدربت عليها وكنت بشتغل عليها وكنت بعيش مستقبلي مربوط باني انا بعرف ممكن اغلط في اخر رقم مش مشكله هذا بنحكي في الرياضيات صحيح. باقي المواد قد يكون من المنطق انه انت تقول والله ما هي اجابه نهائيه واجابه نهائيه كيف بدنا نتصرف اذا هاي الامور كلها لم توضح للطالب واحنا عم نقرب الامتحان شو نعم شوف انا اعتقد الكره الان في مرمى الوزاره يعني إذا بنحكي على الواقع احنا ومعها وقت الوزارة الآن يعني آه هسا نعم. إذا بدنا نقول والله تعيد النظر في الأسئلة وترجع زي زمان لأنه تم طباعة الأسئلة خلص واقعيين نعم الأسئلة آه 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 طبعت آه طبعت هسا المطلوب من الوزارة آه يعني أنا بأكد على اللي حكاه حسام إنه الآن من خلال موقع الوزارة والمواقع المتعددة اللي بتتعامل فيها الوزارة أن تبث آه عدد نماذج من الأسئلة المقترحة المشابهة تمامًا لامتحان الثانوية العامة تمامًا يعني ورقة رياضيات ورقة كذا غير طبعا هي مشابهة وليست نفس الأسئلة بلحقوا هون السؤال أنت في الوزارة خبير وبتعرفوا التفاصيل يا سيدي بلحقوا يعني يستطيعون أن يضعوا مجموعة من الأسئلة مش جميع الأسئلة ويكفي يعني ثلاث نماذج مادة حفظية مثل التاريخ ومادة لغات مثل العربي أو الإنجليزي ومادة رياضيات كافية نعم, كافي نعم لا. شوف هو كيف نعم كيف الممكن أنا ممكن الرياضيات أحط ثلاث نماذج من الأسئلة نعم المهارات العليا والمتوسطة والمتدنية سهل جدا نفس اللي وضعوا الامتحان يستطيعون أن يضعوا أسئلة مشابهة ويتم طباعتها سريعا وتبث من خلال موقع الوزارة أو المواقع الأخرى المتاحة للوزارة ناحية. يجب أن نضع امتحان تجريبي طبعاً. واضح كما و... وإجابت... سيكون امتحان وإجابته... الثانوي العام وإجابته... تمام كيف بتم الإجابة ويتم كذلك بالإضافة لذلك يتم إعداد روبرتاج من قبل الوزارة في كيفية عملية تصحيح تصحيح يعني هذا السؤال وهذا الامتحان وهي اجابته وهي هيك بتم نعم لانه على فكره مهارات الامتحان اهم حتى في بعض الاحيان من الامتحان نفسه من مضمون الامتحان يعني انا اذا اذا بدي ادخل على امتحان جديد في كل العالم بيعقدوا دورات تدريبيه على الاجابه على الامتحان كيف تجاوب الامتحان طبعا هاي مهمه لدينا تقريبا 16 يوم 1 7 الامتحان فاعتقد في في مجال يعني الوزاره الان يجب ان تبدا من الان القضيه الثانيه ان تخرج الوزاره بمسؤوليها المعنيين في الامتحان وتطمئن الطلاب وتتحدث عن الامتحان تتحدث كيف حيتم كيف حتى تم وضع الاسئله ليست الاسئله وانا مع مع ذلك لما كنت في الوزاره انا وضعنا سوى عملنا برنامج كيف بتم وضع الاسئله هاي الاسئله اللي هي الاسئله الموضوعيه والاسئله الموضوعيه بالمناسبه هي من اعظم الاسئله لكن تحتاج الى كفاءات عاليه كفاءات عاليه وهي تقيس كما تحدث حسام يعني تقيس الناتج لانه هي لا تركز على 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 العمليات ولا تركز على الخطوات واذا سمحت لي دكتور لازم في توضيح أي ايام مكان أصف. الدكتور فايز السعودي في الوزاره بدا مشروع بنك الاسئله <applause> طبعا وهذا المشروع لو راى النور كان الان احنا بخير في موضوع الاسئله صح. الموضوعيه كان انتهت المعضله لانه هاي الاسئله بتكون مجربه مقاسه دكتور اليوم, جميع اليوم اساسي بالنسبه لك انه يكون في فيديو توضيحي طبعا صريح سريع لورقه إيه الاسئله طبعا كيف نجيب على الاسئله يعني اشوف فرقة السؤال كيف, كيف بدي اجاوب عليها؟ وضع الاسئله اخي محمد يعني كيف تم وضع الاسئله وهي رساله للوزاره انا اعتقد الطالب معليش الطالب الان بده بده دعم نفسيته انا بصراحه بحكي الان هذا القلق اللي اللي بيعاني منه الطالب نتيجه الانقطاع عن الدراسه انا بخاف يتحول الى توتر وخوف إذا تحول لن تكون نتيجة الثانوية العامة هذا بصراحة أنا بحكي، لن تكون النتيجة يعني متوافقة مع معايير القياس والتقويم. أنا وبالتالي وبالتالي من هنا أخي محمد م. على الوزارة إعداد برنامج الآن كيف يتم إعداد الأسئلة ووضع نماذج من الأسئلة والإجابات النموذجية وكيفية وكيفية تصحيحها. حتى يتم تصوير كيف العملية بتم، وفي كثير في كثير أفلام و و يعني افلام فيديو توضح ذلك أجرح يعني بيقول لك بدك تستخدم جهاز بقول لك كيف تستخدم الجهاز على سي دي بس انت اليوم ده 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 انت اليوم تحذر من انه اذا ما اتخذنا هذه الاجراءات ستكون نتائج امتحان الثانويه العامه لن يكون هناك صدق وثبات في النتائج ما في صدق وثبات في النتائج ما راح نشوف نتائج ولا في موضوعيه يعني م بمعنى بمعنى هسه الطالب اللي تم تدريبه بشكل ذاتي سيحصل على عامة أكثر من الطالب الثاني بنفس قدراته العقلية هذا معناته الصدق والثبات في الامتحان فأعتقد هذه قضية مهمة طيب وبالتالي كما أسلفت إنه يجب على الوزارة أن تبدأ الآن اليوم مش مش بكرة اليوم تبدأ لأنه الوقت ضيق يعني أعتقد واضعي الأسئلة خلال مدة يومين ثلاثة بضع الأسئلة والإجابات وتستطيع الوزاره اعداد هذا الفيديو سريعا والفيديو يكون فيه يشوف فيه امتحان كيف سيستلم الطالب وقت الان الامتحان؟ الوزاره نشر نشرت فيديوهات تفصيل الفتره السابقه وضحت اجراءات الامتحان وما هو الماسح الضوئي وكيفيه سيارة. احنا اللي ممكن يعني نطلب يعني الان من الوزاره فقط بدي اشوف انا كيف صياغه الامتحان يعني مش عدد عدد, عدد اسئله تضع دائره عشان نحكي بواقعيه نعم احنا طلابنا في السنوات الماضيه ما كل بطول اسئله السنوات السابقه وبيحلها نعم. اليوم هي لا 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 تغني من جوع احنا بحاجه الان بده يشوف فرقه سؤال كيف بده ما بدنا اياه يفتح الورقه يوم الامتحان يلاقيها ورقه ما بيعرف شافها اول مره كأنه هكذا يتحقق الاطمئنان عند الطالب بدك إن اني انا اتعامل مع نموذج قد يحاكي نموذج الامتحان الوزاري وايضا يتحقق الاطمئنان بالاجراءات انا مثلا ممكن امنح الان الطلاب ربع ساعه نصف ساعه زياده الطلاب عندهم اشكاليه لأن خايفين من موضوع الوقت المتدني وانا بعرف والدكتور اكيد بيعرفه استاذنا انه بالاخير الوقت يقاس بناء على عدد الاسئله لكن الطالب اول تجربه له يخشى موضوع الوقت فانا ممكن كمان من أسنى باب أسنى الاجراءات والاطمئنان حين نضيف نراجع شوي زمان امتحاننا ما كان ينحط كان ينحل وينعطى ساعات ويكون مناسب و... <applause> لا لا الان و... نفس الشيء ونفس الاجراء متخذ لكن الاجراءات تختلفت الطالب الان بده يحل على ورقه الاسئله قد ينقلها على نموذج اجابه ثم على الماسح الضوئي وبدنا نحاول ان نحكي للطالب بده يحافظ على ثباته الانفعالي والتركيز حتى في اثناء نقل الاجابه الصحيحه من دفتر الاجابه او من ورقه الاسئله الى ورقه الماسح الضوئي وهنا قد لا تكون مشكله الطالب الفهم والاستيعاب بل قد تكون مشكله الطالب التركيز و... وحتى نموذج الماسح الضوئي يعني نشرت الوزاره صورة المسيح الضوئي أنا بحاجة أعطي الطلاب مسطرة بحيث الطالب يعني يضع المسطرة حتى لا يصير تداخل بين النقاط المسيح الضوئي في أكثر من مئة نقطة داخل المسيح الضوئي والطالب إذا صار عنده مثلا نحكي عدم تركيز في الرؤية البصرية ممكن يخربط وهذه الخربطة سببها توتر أو عدم وضوح أو تشتت ليس سببها الاستيعاب أو نحكي الفهم ولذلك نحن كمان نرجو الوزارة كما شكرناها على كل اجراءاتها خلال اداره الازمه نرجوها زياده وقت الامتحان وبذلك تحقق الاطمئنان زياده وقت الامتحان زياده عشر دقائق ربع ساعه للكل قد قد يكون على شيء كل طيب الامتحانات. اه طبعا عداله ايضا انا بحاجه كمان اخاطب فئه من الطلاب يمكن ما خاطبتهم خلال الفتره السابقه فئه المعيدين احنا <applause> كل تركيزنا على طلبه المدارس النظاميين ومتكلمنا عن التعليم على المواد في طلبه معيدين اساسا عم بتقدموا وعددهم كبير جدا بحاجه كمان اطمئنهم واحكي لهم انه النماذج الخاصه بالامتحانات الوزاريه قد تكون مثل الطلاب النظاميين وهم فئه كمان واجبهم علينا انه احنا نطمنهم ايضا اقتراح للمستقبل الوزاره الان تقسم طلبه المملكه الى قسمين طلبه النظاميين وطلبة غير النظاميين غير النظاميين يشمل الطلاب اللي سجلوا توجيهي جديد بيتي والطلبة المستنفدين والطلبة غير المعدين انا بتوقع وبقترح إن يكون تصنيف يكون تصنيف الطلاب لثلاث فئات طالب نظامي مدرسي سجل رقم جلوسه من خلال المدرسه وطالب توجيهي جديد وقت الضائع عشان انت للفتره القادمه مش كل مره, مش كل مره مش اذا نقدم اقتراحات آه 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 واخر شيء طلب <applause> معيد و <ومستنفد تصفيق> <ها هذا> احنا <المستقل تصفيق> <applause> والله في الوقت هذا المستقبل تعرف انا انا بحكي انه الاشكاليه الان في تغيير طبيعة الامتحان. نعم. وخلينا نحكي انه في واقع ما ضل كم من يوم على الامتحان والاسئلة انطبعت، انا بعرف انا ابن الوزارة وابن الامتحانات، الاسئلة الان موضوعة بالمغلفات وما جاهزة وجاهزة، فهسه الاسئلة إن جاهزة في, في المغلفات في عينها يعني شوف هسه مخاوف الطالب، انا بعرف شو هي. طالب بقول لك طيب انا بدي اجاوب على السؤال اللي فيه كتابة. طيب انا شو بضمن لي انه الكلمة اللي بدي احطها لإجابة هي الكلمة المطلوبة. هي هي سؤال مبرر. يعني انا ماشي ممكن احط كلمه ثانيه هل الماسح الضوئي يجاوبها بصحيحها مم. هاي سؤال مهم يعني هاي الامور لازم الوزاره لا. توضحها تقول لهم دكتور الماسح الضوئي نعم. راح يقرا فقط النقاط اللي تم تفضيلها في الماسح الضوئي يعني حتى موضوع الاجابات القصيرة النموذجية. هاي مخاوف الطلاب بيقول لك طيب انا لنفرض احط كل الماسح الضوئي اسئله موضوعيه ماسح ضوئي كيف سيتم تصحيح الاجابات القصيرة الماسح الضوئي لديه مخزون من الاجابات مخزون ثابت هي بس على الاسئله الموضوعيه ما هو دكتورنا إيه؟ كمان لغايه اللحظه حسب معلوماتي وانا سالت الكثير لم يستدعى معلم واحد للتصحيح فكيف سيتم تصحيح حتى الاجابات القصيره او حتى مواضيع التعبير وهي المهمه هاي المهمه اللي توضحها الوزاره وانا قصدي انا, أنا احنا يا أه سيدي فنتر. انا بعرف بشكل عام, عام انا بصير. انا يعني بأ... انا بهمني انه اليوم الطلاب يكونوا يعني على ثقه بانه موضوع الثانويه العامه موضوع مهم لكل الاردنيين وكلنا بنتابعه نامل ان يكون ما تحدثتم به اليوم احنا بحاجه لايضاح من وزاره التربيه والتعليم لعديد الامور اللي ممكن من خلالها الطالب يطمئن بدنا مؤتمر صحفي يعني. استاذي بد... <applause> مؤتمر صحفي <صحبي. تصفيق> خلص <applause> مؤتمر صحفي شفنا بدنا. مؤتمرات تفاصيل في زمن الكورونا المؤتمر الصحفي بدنا اقول لك شو بدنا تطلع الوزاره زي ما حكيت تحكي تحكي دائما مش مره واحده وتبعث على التليفونات على الاس ام اس تطمين متعدده طيب مش واحده بدنا يسووا فيديو توضيحي لكيفية تصحيح بدنا نشوف ورقة 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 الماسح الضوئي ورقة, ورقة الماسح وكيف بيمسكهم والإجابة النموذجية كيف والإجابة بتم التصحيح هاي ثاني وبدنا إجابات نموذج سريعة تطرح من خلال مواقع الوزارة مع الإجابات النموذجية عليها بالثلاث مستويات لجميع طيب. المواد عندك عندك أي إضافة على ما ورد وجملة التساؤلات الطلبة اللي بدنا نجاوب عليها إذا لم نجب على استفسارات الطلبة لن يكون مقياس هذا الامتحان مقياس دقيق طبعاً يمكن عليه عليهم يصير في, في خلل يعني انا بهمني بعد ما طرح الاسئله النماذج الموجوده على موقع الوزاره الطالب يتقدم لهذه الاسئله كمان انه نحكي للطالب ان شاء الله نطمئنه انه إن الوقت سيكون متاح وبدنا زياده وقت وبدنا كمان بدنا, بدنا زياده وقت وبدنا كمان تدريب حتى للطلاب ومشغلات ننزل فيديوهات توعويه على الذكاء الانفعالي وموضوع التعامل مع الورقه الامتحانيه يعني احنا في الوقت, في الوقت انا بعيد وقت فيديوهات, بدل فيديوهات بدل ضائع. تستطيع آه 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 الوزاره ضائع. بدنا 15 يوم بدها اعتقد بده جهد كبير من الوزاره ان شاء الله وبدوا الاهالي ينتبهوا كمان وهدوا اولاد الله الله يعني, يعني, يعني آهل والله الظروف على الجميع الظروف على الجميع عامه والامتحان عام احنا بنامل انه يكون فعلا الامتحان يقدر كل الظروف اللي مروا فيها الطلاب خلال هذا العام الدراسي المختلف بكل تفاصيله شكرا لكم ضيفي الكريمان مشاهدينا بعد فاصل قصير سنتحدث عن امر الدفاع 14 فاصل ومتى نواصل قوم معنا